صباح الخير، يوم جديد بإحسان جديد وبركة جديدة من عند الرب. أشكر الرب لأجل وجودنا في محضره، وعندي إيمان أن الرب مجهز لنا بركة خاصة في هذا الصباح. نفسي أقرأ مع حضراتكم في البداية مزمور 100. مزمور 100 ده مزمور حمد. كم حد فينا عنده حمد وشكر للرب النهاردة؟ يقدر يقول له يا رب أنا بعظمك وبباركك لأجل وجودك، لأجل حضورك. مزمور 100، تعالوا نقول المزمور الجميل ده مع بعض. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم ومرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. حقيقي هنا بيحط في المزمور أنه إزاي نعبد الرب بفرح، إزاي ندخل لحضرته بترنم، إزاي ندخل دياره بالتسبيح. وعايز يقول لأن الرب صالح. إحنا جايين في محضرك النهاردة لأنه إحنا بنحبك، بنعلن أنك صالح وأنك موجود عن كل واحد منا ليس ببعيد. واحدة من معاني الرب صالح، زمان كنت أعرف أنه لأن الرب صالح يعني ما بيعملش حاجة غلط، كل حاجة بيعملها في وقتها، عملها في محلها. بس لما ربنا أخذني الحتة تاني وعمق تاني وكبرت، لقيت لها معنى أعمق وأعظم. الرب صالح يعني بيعمل كل الصحة كل الوقت. كم حد فينا يشهد النهاردة أنه الرب صالح وحكيم، صالح وحكيم وبيحبنا وليه كل السلطان وليه كل القدرة. تعالوا نغمض عينينا في محضر الرب كده، واحنا نقول له داخلين لمحضرك بعبادة بتسبيح بترنم. موجود وسطينا يا رب، عن كل واحد منا ليس ببعيد. عايزين نسبحك النهاردة ونقدم ليك الذبيحة تليق بيك. يلا مين يقول له الدين النهاردة أشوفك في المشهد صالح، صالح حكيم قدير صاحب السلطان. يا رب باركك لأنك موجود في المكان. قل للرب ننتظرك في هذا الصباح، ننتظرك. ارفع قلبك وارفع قلبك بمقدار ما بنرفع قلوبنا في محضر الرب، بمقدار ما هيتنازل إلينا ويتلامس معانا. يلا كل اخواتي اللي موجودين في الاجتماع، كل اخواتي اللي على البث المباشر، يلا وانت في بيتك وانت في بيتك ارفع قلبك معانا وانضم معانا في العبادة. قل له حضورك يفاجئنا، حضورك يوصل لبيوتنا، حضورك يا رب النهاردة يوصل في اسم الرب يسوع لكل قلب بلمسة خاصة. انت هنا، انت في وسطنا يا رب، انت في وسطينا، عن كل واحد منا ليس ببعيد. ليك المجد وليك الاكرام. يلا احنا داخلين لمحضره بالعبادة، تعالوا نعبده. هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوكي فيك ليلك، واتكي أن راسي على صدرك. عوضا عن شوكي فيك ليلك، واتكي أن راسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا. عند قدميك وادهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا. عند قدميك وادهنهما، حيث
دعني أكرم اسمك، دعني أكرم اسمك وارفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. دعني أكرم اسمك وارفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. يلا قبل ما نكمل تسبيح وعبادة، ارفع قلبك وارفع قلبك. كم حد يقول له دعني أكرم اسمك، دعني أكرم اسمك. يلا افتح فمك وافتح فمك في محضر الله، قول له عايزين نعبدك ونعليك وندي لك كل الإكرام. من فضلكم خلينا كلنا بنصلي نقول يا رب النهاردة عايزين حضورك ومجدك يملى المكان بقوة في اسم الرب يسوع. ولا واحد ولا واحدة من الموجودين إلا وتلمسهم لمسة خاصة جدا 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 في اسم يسوع. ارفع قلبك وارفع قلبك معايا، قول له عايز أشوفك، عايز أشوفك، اديني اكرمك، اديني ادخل لمحضرك بعبادة وتسبيح واكرمك لانك موجود. انت بجلالك موجود في وسطينا، ليك الاكرام، ليك كل المجد. هللويا هللويا. خلونا مكملين عبادة وتسبيح في محضر الرب واحنا بنقدم ذبيحة تليق بمجده. يلا مع اخويا ماجد عادل كده واحنا بنقول للرب عايزين نعبدك النهاردة، عايزين نديلك الاكرام اللي ليق بيك في وسط الكنيسة ووسط شعبك يا رب. يبرع جمال لك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم تر عين أو تسمع بي زال أو يخطر ببال حبك. كلنا تعالوا نشاور عليهم نقول له يا أبرع، يا ليك مجدك، ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصديب. ما لم تر عين أو تسمع بي زان أو يخطر ببال حبك يا حبيب. طالبينك من النهاردة، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، املاني بنورك بالقرب وجهك يا رب نطلب. انا طالب حضورك ولذة رضاك، املاني بنورك بالقرب. قول للرب كده قربك مجد تاني، قربك مجد تاني. أيوة يا رب، حبك لي معاني قلبي بيتهجاها، جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما أتمنى. آخر مرة قوله، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، املاني بنورك بالقرب معاك. نعظمك نعظمك، نباركك نباركك. تاني سبح الملك، نعظمك نعظمك، نباركك نباركك، أنت القدير رب مشير، أنت العلي لا سواك. ما أبهاك ما أبهاك، ما أروعك
أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة. سبح الملك ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. نأتي لك يا ربنا نهدي لك جايين عندك نأتي لك نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة. شاور على الملك اللي في وسطينا وقول ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك. أنت القدوس أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. هذا هو المسيح هذا هو المسيح هذا هو المسيح هذا هو المسيح. جال في أرضنا عمل لخيرنا. قول واعلن فتح الأذان الصماء وكزل عيون له يعملها النهاردة. فتح وكزل عيون العمياء ويقوم كل حين. هذا هو الم يلا نسبح يا كنيسة ونقول هذا هذا هو عظيم يا رب شكرك. جال في أرضنا عمل لخيرنا بكلامه شاف المجنون أمامه صرخ. اعلن وقول بالإيمان يلا نحييه ونعظمه. هذا هو جال في أرضنا جال في أرضنا عمل لخيرنا يقدر يعملها. نادى الموت من القبور بزراعه خرجوا للنور. نادى يسوع بزراعه خرجوا للنور وأنا الخاطي ملاني سرور. هذا هو المسيح سبحوا هذا هو المسيح هذا هو المسيح. جال في أرضنا جال في أرضنا هذا هو الغرض العجيب ختم الرحلة بالصليب. هذا هو الغرض اللي حصل وبحبه صار لي نصيب في ديار المسيح. هذا هو المسيح هذا هو يستاهل التسبيح. هذا هذا هو المسيح هذا هو المسيح. جال في أرضنا عمل لخير. نفس كل الكنيسة تقول العدد ده ثم قام من
وصعدا ثم قام من الأموات وصعدا إلى السماء. مين مستني؟ وهو عن قريب آت لاختطافنا. هذا هو المسيح، هذا هو المسيح جال في أرضنا عمل لخيرنا. ومنزل عودك من عصف واستل نشيدك زي السيار. سبح وقول ومنزل عودك من عصر صاف واستل نشيدك زي السيار. ومرنم تاني ما انتش وحداني، ومرنم تاني ما انتش وحداني. الرب سنيدك والعدو خواف، هللويا. قوم رنم تاني ما انتش وحداني. عجبني خالص في متى 14 الرب يشبع كم نفس؟ 5000 نفس. نفس المعجزة تتكرر في متى 15، وانا كنت متوقع كده انه يجروا عليه التلاميذ يقولوا له كده احنا مش خايفين لانك حليتها امبارح. هي دي بتاع النهاردة كمان 4000 مش 5، انا مصدق فيك. لكن لا، في موقف غريب يجروا عليه التلاميذ ويقولوا له نعمل ايه؟ لا مكان ينفع ولا زمان ينفع. انا كان نفسي اكون موجود واقول لهم كده يا عم محلها امبارح، ها ما عداك منها وكان عددهم 5000، النهاردة 4. العينين اتقفلت. انا بصلي النهاردة انه عينينا تتفتح، انه اله امس واليوم والى الابد معانا. حد يقول امين؟ رنم تاني لانك انت مش وحداني. سيب المستقبل ده عليه يملاه أناشيد. سيب المستقبل ده عليا هملاه أناشيد. اوعك تنسى انك لك فيا كل المواعيد. تانية. سيب المستقبل ده عليا هملاه أناشيد. اوعك
تنسى انك لك فيا كل المواعيد. انا حاطط ايد على حياتك عارف دارب احتياجاتك، بس اظبط على وقت اوقاتك فرحك هيزيد. اللي ايده ماسكه ايدي وايده مسحه للدموع، اللي هفضل احكي عنه واعظمه واحييه حبيبي يسوع. تسبحنا يا فرحتنا يا
يسوع أنا مصدر سعادة ملوها سير قدامنا في رحلتنا سير قدامنا في رحلتنا والرحلة معاه مضمونة والرحلة معاه تاني بالتسبيح غنوا قولوا والرحلة معاه دي السما دي لينا وضمنها على حساب دم يسوعنا السما دي لينا وضمنها على حساب دم يسوعنا بدأ المشوار واحنا وياه بدأ المشوار واحنا وياه واللي بدأ هاي واللي بدأ هيكف بيقولوا بيقولوا بنخاف طب بنخاف والرب ناقشنا على كفين قول رفيقنا رفيق غربتنا وزيه ما في رفيق غربتنا وزيه ما في وعينه علينا سهرانا وعينه علينا قول قرب يجينا قرب يجينا اللي وعدنا مين مستني قرب يجينا اللي وعدنا من أقصى الأرض يجمعنا ننسى النحيب لما الحبيب ننسى النحيب لما الحبيب على صدره الغالي اتكنا على صدره الغالي اتكنا والسما دي لينا وضمنها على حساب دم يسوعنا السما دي لينا ضمنها على حساب دم يسوعنا بدأ واحنا وياه بدأ المشوار واحنا وياه واللي بدأ هاي كملها ويسوع بدأ وهي كملها هللويا هللويا نفسي نرفع عينينا مع سحابة الشهود لما قالوا كده وهم من بعيد لم يروا المواعيد بل نظروها وصدقوها وأقروا بأنهم إيه غربة وانت قاعد ارفع عيدك كده وحط عينك على السماء وقول له أنا غريب ومروح ها؟ كانوا الإخوة بتوع زمان يرنموا ترنيمة حلوة ويقولوا كده أفوز بالإكليل أفوز مهما عملت يا شيطان أفوز بالإكليل أفوز بالإكليل مهما عملت يا شيطان رجوعي مستحيل رجوعي مستحيل نفسي نقول العدد الأخير كلنا وإحنا بنعلن ونقول مع بعض كده جرب مجيء يسوع وتنتهي الحروب فاسهر يا مؤمن وانتصر اوعك تكون مغلوب اوعك تاني كل مؤمن يطمن نفسه ويقول تاني قرب مجيء يسوع وتنتهي الحروب فاسهر يا مؤمن وانتصر اوعك تكون مغلوب اوعك تكون كل مؤمن منتظر مجيء عظم ويحيي لأنه موجود في وسطنا الآن أفوزوا بالإكليل أفوزوا بالإكليل ما
الشيطان رجوعي مستحيل، رجوعي مستحيل، قطعت صلتي بالعالم الفني وسلمت قلبي لمن متى وأحياني، متى وأحياني، أفوز بالإكليل. اعلن وقول مهما عمل يا شيطان رجوعي مستحيل، رجوعي مستحيل، حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام، أفوز. أيوة رجوعي مستحيل، رجوعي مستحيل، قول واعلن في وش إبليس، جمل لي في العالم وزغرف ليا، لكنني عالم تمام مكرك مكر الحياة، مكرك. مرة كمان هنقول العدد ده، جمل لي، جمل لي في العالم، لكنني عالم تمام مكرك مكر الحياة، مكرك مكر الحياة، أفوز بالإكليل، أفوز بالإكليل، مهما عملت يا شيطان رجوعي مستحيل، رجوعي مستحيل. مين مستني يقول الرب مجيء و... اسهر يا مؤمن، فاسهر يا مؤمن، اوعك تكون مغلوب، اوعك تكون مغلوب، افوز بالاكليل، افوز بالاكليل، مهما عملت يا شيطان رجوعي مستحيل، رجوعي مستحيل، هلل يا نفسي وغني وعد حبيبي مطمي، هلل وقول هلل يا نفسي وغني، اعلن ذاتك، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي، قول للرب حضورك، حضورك سر فرحنا، ايوه رنم وقول عزانا وانشرحنا، يا مضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا، يا مضلل بالحب علينا وانت منور، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك ومجدك، امين، وتمم لين، وتمم لينا، مين عايز يشوفه ونشوفك هنا وسطينا وتدوقنا من شهدك ونشوفك
هنا وسطينا وتدوقنا. فين كنيسة الرب اللي هتحييه؟ وادي يستاهل كل التسبيح. وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك يا أغلى الكل علينا، انت لينا واحنا ليك يا أغلى الكل علينا، انت لينا واحنا شكرك ويتمم لنا وعدك ونشوفك هنا وسطينا وتدوقنا من شهدك، ونشوفك هنا وسطينا وتدوقنا. يلا نقول للرب العدد ده، مد يدك للشيف. امين يا رب. واجري باسم يسوع ايات، مد يدك للشفاء. واجري باسم يسوع ايات، واعطي لاسمك مجدا، واصنع بينا معجزات. واعطي لاسمك مجدا واصنع بينا. نفسي اخر مره كمان، وادي كنيستك، وادي كنيستك. ايوه يا رب يستاهل كل التعظيم. وبترفعك وتعليك يا اغلى الكل علينا، انت لينا واحنا بنحييك. هللويا هللويا. أبونا الجسيس بيقول كمان ترنيمة. هللويا. أي مكان يحضر، أنا دايما بقول كده أنه أي مكان يحضر فيه الرب لازم يبقى فيه فرح. لما يروح ينادي ويعمل آيات وعجاب يحصل فرح، حتى المكان اللي محدش يفرح فيه هو الجبور. لما يدخل وينادي على العذر يحصل فرح، فرح عظيم. موجود في وسطينا ولا مش موجود؟ ده الإله ده في وسطينا. هللويا هللويا. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. يلا نكمل تسبيحنا وإحنا بنقول الكلام الحلو ده. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. لا أنا خايف من شيء كان أبدا، لا أنا خايف من شيء كان، ولا محتاج شيء من إنسان، ده مكفيني سلامه. حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. أنا شايف آخر المشوار، أمين. أنا شايف آخر المشوار، جاي الفجر وجاي نهار، والحد الشر ما ينهار، أنا هرفع أعلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك. يلا نحيي الإله الحلو اللي في وسطنا. حي هو الرب إله، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. أنا عاكف على المكتوب، طيار المكلوب،
ضد الطيار المكلوب بشهد ليسوع المحبوب واتشارك في ألامه حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه حي هو الرب إله اللي أنا واقف حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه أنا عارف إيماني بمين أيوة يا رب ده القادر يحفظني أمين جاي وهشوفه بكل يقين زي ما وعد في كلامه حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك يستاهل كل الإكرام حي حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه أنا واقف مستني وعود تتحقق أمين أنا واقف مستني وعود ونوقف كده صفين بالعود ونعلي في أنغامه حي هو الرب إله حي سيد الملك اللي أنا حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه حي سيد المال اللي أنا عايش خدامه أمين أمين شكرا رب أحبائي لأجل حضوره في وسطينا في التسبيح الرب لما يحضر وسطينا بيلمس ويطيب القلوب هو ده إلهنا العظيم الرائع اللي موجود وسطينا كم حد لمس حضور الرب كم حد عنده ثقة أن ربنا يكلمه كلام خاص في هذا الصباح عندنا إيمان في حضوره أنه هو اللي يحول هو اللي يحول النوح والتعب والحزن يحوله الفرح حقيقة النهاردة ربنا شغلني أعتبر الموضوع ده إعلان خاص مش وعظة وإحنا مكملين في سلسلة النضوج إزاي أقدر أفرح وقت الاحتياج وقت الانطراح وقت الألم إزاي أقدر أفرح بالرب تعالوا نطلع مع بعض خلونا نقف وإحنا بنقرأ كلمة الرب من سفر حبخوخ أخذ أعداد متفرقة من الإصحاح الأول والإصحاح الثاني والإصحاح الثالث حبخوخ واحد من العدد الأول لعدد أربعة يقول الوحي الذي رآه حبخوخ النبي حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص لما تريني إثما وتبصر جورا وقدام اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا صح اثنين والعدد الأول على مرصادي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي فأجابني الرب وقال لي أكتب الرؤيا وانقش على الألواح لكي يرقد قارئها لأن الرؤيا بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر صح ثلاثة وخليني أقرأ مع حضراتكم من عدد 16 صح ثلاثة وعدد 16 يقول كده حبقوق سمعت فارتعدت أحشائي من الصوت رجفت شفتاي دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لا أستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمني فمع أنه لا يذهل التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي
ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. آمين. حقيقة سفر حبخوك من الأسفار الصغيرة في الأنبياء الصغار، لكنه يحمل تحويل عظيم وبيحمل لمسة من القدير في وقت الألم والتعب والانحناء. حقيقة حبخوك عدى بثلاث مراحل، والمراحل اللي عدى فيها حبخوك أغلبنا بيعدوا فيها. وفي الحقيقة يعني معنى اسم حبخوك معنى حلو. معنى اسم حبخوك يعني يعانق أو عناق. في وقت الألم والتعب واحد ما لقيش غير حضن ربنا يترمي فيه، واحد ما لقيش غير صدر الرب يتكى عليه. ولما تقرأ سفر حبخوك الثلاث اصحاحات دول بالكتير، يعني لو بقرأ بتركيز ياخد معايا من 10 دقايق لربع ساعة، بس تفاجأ انه ربنا بيعمل نقلات في حياة حبقوق، لانه واقع وتعبان ومنطرح، لكن ربنا يجي يعمل في حياته نقلة غير عادية. وده اللي الرب عايز يوصله لنا، النضوج لما يكون عندي اسئلة بلا اجابات، النضوج لما يكون عندي احتياج اعمل ايه افرح ازاي والظروف من حواليا صعبة جدا. ده اللي ربنا هيكلمنا فيه النهاردة. في الحقيقة حطيت عنوان لكل اصحاح، وكل اصحاح فيهم بيحمل معنى وبيحمل لينا نقلة باسم الرب يسوع. الاصحاح الاول تلاقي حبقوق يعني وهو في المرحلة دي عنده اسئلة بلا اجابات. حبقوق يتساءل، تلاقوه منطرح وتعبان وواقع، يسأل أسئلة غريبة، يقول للرب حتى متى أدعو وأنت لا تسمع. تخيلوا مؤمن بيصلي وهو بيقول أنه ربنا أصلا مش سامع. فحتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ ده أنا مش بس بدعو، لكن ده وصل الموضوع أن أنا بصرخ. عارفين مؤمن يصل للصراخ للرب، أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. وبعدين يقول للرب لما تريني اسما وتبصر جورا، يعني الظلم اللي قدامك ده، لما تشوف ولادك الغلابة مظلومين ليه انت ساكت؟ ليه يا رب لما تلاقي الحكم بيخرج معوجا مش حسب كلمتك انت ساكت؟ حقيقة مرات كتير بنعدي بالمرحلة دي، مرحلة الانطراح. تلاقي مؤمن عنده اسئلة بلا اجابة، ليه مع انك اله قدير وصاحب السلطان وانا صليت لك وكان عندي الايمان ليه ما استجبتش؟ ليه مع انه انا كان عندي ثقة انك تشفي ما شفتش؟ كان عندي ايمان انك تدي وما اديتش؟ كان عندي ايمان انك تعمل معايا حاجة وما عملتش؟ وده رأي حبقوق في الاول، بيقول للرب انا صليت ما سمعتش، صرخت ما خلصتش، وكل يوم بشوف الظلم قدام عيني وانت مش بتتحرك. مرات كتير كمؤمنين بيبقى عندنا أسئلة رهيبة جدا. يعني لما تقرأ معايا في نفس الإصحاح ده، لو رحت العدد 12 تلاقي حبخوك دخل في حتة غويطة قوي. يقول ايه؟ يعني ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ وبعدين يقول للرب يا رب للحكم جعلتها، يا صخرة للتأديب أسستها. وبعدين يبتدي في عدد 13 يقول له عيناك، أنا بس بقى عيناك أطهر من أن تنظر الشر. وبعدين يقول له إيه؟ ولا تستطيع النظر إلى الجور الظلم، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت؟ اقرا معايا من فضلك، بص حبقوق بيقول له ايه؟ تصمت حين يبتلع الشرير من هو ابر منه. انت شايف الحاجات اللي بتحصل وبرضه ساكت. وبدا يقول للرب كده كلام خطير جدا جدا، مرحله فيها اسئله بلا اجابات. انا اكون كذاب لو قلت لك انا عندي ردود للاسئله اللي عندك واللي عندك. مرات يبقى فيها اسئله بلا اجابات، يعني ليه فلان الطاق ده متالم في جسده؟
ليه فلانة وفلان الأتقياء ربنا ما ادهمش ولاد مثلا؟ يعني ليه بيحصل حاجات من حوالينا مع أنه صليت، مع أني عندي الإيمان، مع أني عندي الثقة في الرب؟ مرحلة فيها الانطراح، تلاقي مؤمن منطرح وعنده أسئلة، عنده أسئلة. ده مش بس حبخوك، اوعى تفكروا ده حالة الراجل ده. يعني انت لو رحت معايا لسفر المزامير، تعال طلع معايا سفر المزامير، بص داود اللي الرب يقول عنه حسب قلبي، لما تقرا معايا من مزمور 10، مزمور 10 يقول له لماذا يا رب لماذا تقف بعيدا؟ تخيل واحد بيقول للرب انت واحد واقف بعيد، انت شايفني بتتفرج عليا من بعيد لبعيد، لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ سؤالين في غاية الغرابة. بيقول له انا كل ما اخش في ضيقة وألم ادور عليك مش بلاقيك، ليه بتعمل معايا كده؟ وبعدين يعدي مزمور 10 ويروح مزمور يعني 11 في عدد 3، ياخد سؤال كمان يقول له ايه في عدد 3؟ يقول له اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ لما تتقلب واللي تحت يجي فوق واللي فوق يجي تحت، ولادك الغلابة يعملوا ايه؟ وبعدين يعد 12 وفي 13 يسأل ربنا اسئلة غريبة جدا جدا. بص يقول له ايه؟ الى متى يا رب تنساني؟ كل النسيان يا داود، يعني ولا مرة لما نجاك من الاسد مثلا، ولما نجاك من جلياط، ولما نجاك من ايدين شاول، ولما ربنا عمل في حياتك اختبارات، تنساني كل نسيان؟ دي مش حقيقة يا داود دي، بس الرب قاعد بيسمعه. إلى متى تحجب وجهك عني؟ وبعدين يبتدي في عدد 2 يقول له إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ وبعدين في الآخر قال له إلى متى يرتفع عدوي علي؟ تخيلوا مؤمن عنده أسئلة في قلبه. كم حد فينا عنده سؤال محيره؟ عشان بس مش هركز في الصح الاول كتير. الصح الاول مليان انحناء ومليان انطراح ومليان اسئله. كم حد فينا عنده سؤال ملهوش اجابه؟ ده اول سؤال. كم حد فينا عنده سؤال وعتاب على الرب، ليه ربنا عمل كده؟ انا في الحقيقه مرات يبقى عندي اسئله من نفس النوع، بس احط تحتيها كم حاجه كده بيطمنوني. اول حاجه بحطها انه صالح فلا يمكن ابدا يغلط ابدا. بحط تحت السؤال ده اجابه كمان، انه صالح لكنه حكيم، لا يمكن يخطئ التوقيت، عارف يعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه. مرات كتير احنا ما نكونش عارفين بس هو عارف. بس بحط كمان تحتيها انه صاحب السلطان وضابط الكل، اللي يمكن حاجة تخرج بره سلطانه وبره دايرة قدرته وعظمته وإيده القديرة. عشان كده ممكن ما تبقاش فاهم، بس كم حد فينا يثق انه صالح؟ صالح؟ قول للرب يمكن مش فاهم بس عارف انك صالح. يمكن مش عارف وعندي عتاب بس عارف انك إله صالح. طب كم حد فينا يثق انه حكيم؟ يقول عنه الإله الوحيد الحكيم مخلصنا الحكيم. كم حد يثق في حكمة الله؟ أحكم مننا، أحكم من الحكماء، يعطي الحكماء فهما، عارفين حكمته، يعرف إمتى وإزاي وفين. لكن كم حد فينا كمان النهاردة يمكن ما عندكش إجابة للسؤال وما عندكش إجابة، بس كم حد يثق أنه بيحبه؟ طب اللي واثق ان الرب بيحبه يرفع ايده للسماء يقول له دي لا يمكن يهزها العدو جواي. انا عارف انك بتحبني، حط قدام بيحبني، ما دام بتحبني يبقى لا يمكن تعمل حاجه تضرني. انا عارف انك بتحبني وعارف انك موجود وعارف انك صالح وعارف انك قدير وعارف انك حكيم، فلا يمكن ابدا تضرني، عارف انك ماسك زمام الامور. بحب التعبير اللي دايما يتقال انه ضابط الكل. عارف يعني ايه ضابط الكل؟ عارف يعني يعرف يحط كل واحد في مكانه. شفتوا يعقوب مرعوب وهو ماشي، واحد بيجري وراه برجاله وواحد جايب رجاله في وشه، هو اتحط بين ايه؟ حجري الراحه في المفرمه كده. عيسو جايب 400 راجل وجاي يخلص عليه، ولبان طالع وراه بيجري ومستحلف له، ويجي سيدك الليلة دي يروح جاي للبان الشرير دي يقول له ايه؟ احترز، احترز من ان تكلم يعقوب بخير او بشر.
طب ماشي ما يكلموش بشر، طب يكلموا بخير. اللي عايزين ولا عايزين الخير اللي يجي من وراه، مش عايزين لبان ده خالص. طب ماشي ده اتعاملت معاه ووريت له سلطانك، طب تعمل ايه مع عيسو؟ قال عارف عيسو اللي قلبه زي الحجر ده، انا هفرجك عليه. تخيلوا ان اول مره تقرا عن عيسو انه بيبكي ويقع على عنقه ويقبله. عملتها ازاي دي يا رب؟ لمس قلبه. هل ربنا يقدر يتعامل مع اللي زي لبان كده ويجي بتحذير، ويتعامل مع اللي زي عيسو كده يجي دوب قلبه؟ ينفع يعملها الرب؟ ينفع يعملها؟ كم حد فينا يقول للرب انا اثق فيك انك ضابط الكل، تعرف تتعامل مع لبان وتعرف تتعامل كمان مع عيسو. كم حد فينا يقول له انا اثق ان مفيش حاجة برا دايرة سلطانك؟ عارفين كان في واحد اسمه شمع بن جيرة، فاكرين الاسم ده؟ ده داود ماشي حفيان، ماشي حاف القدمين وبيبكي، ومين اللي قايم عليه؟ ابشالوم ابنه. وبعدين شمع بن جيرة يعمل ايه؟ سبه يهيل عليه التراب كده ويحدف عليه طوب. يا رجل الدماء، ده ربنا بيخلص منك اللي انت عملته في بيت شاول يا رجل الدماء. وبعدين راح يوابع قال له بس سيبنا عبد عليه وقتلهولك، قتلهولك. ده بيسب الملك، قال له سيبه 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 سيبه، ده اكيد اكيد ربنا بس هو اللي سامح، لكن اكيد ده ملهوش انه يعمل حاجة. ويجي وقت من الاوقات اللي سبه يجي يركع عند رجليه ويقول له سامحني سامحني سامحني، انا غلطت ان انا عملت معاك كده. بص لما ربنا يحط حد في سكتك كده يتعبك شوية او يتعبك شوية، اعرف ان ده بسماح من ضابط الكل. اسئلة بلا اجابات، اسئلة بلا اجابات، واحد منطرح عنده اسئلة بلا اجابات. بس المرحلة التانية بعد الانطراح، بعد الأسئلة الكتير، ليه ربنا متأخر؟ ليه ربنا سايب اللي بيظلم بيظلم؟ ليه ربنا سايب التعبان تعبان؟ ليه ربنا مش بيسمع لما صلي؟ ليه ربنا مش بيسمع لي لما بصرخ له ما بيخلص؟ ربنا عمل نقلة تانية في صح 2. الصح الأول تلاقوه عنده أسئلة، منطرح تعبان منحني، بس الصح التاني يقول ايه؟ على مرصدي أقف. في نقلة هو من واحد واقع لواحد ايه؟ واقف. واقف، مين اللي وقفك؟ مين اللي مسك بايدك وقفك على رجليك؟ قال سيدي اللي ما بيسيبنيش وقفني مره تاني. انا بصلي في اسم الرب يسوع، لو حد من الموجودين او حد بيسمعنا في اسم الرب يسوع النهارده منطرح، يجي الرب يمسك بايده ويوقفه على رجليه، زي ما قال داود كده انه من طين الحمأة نشلني واقام على صخره رجلي، وقفني من جديد، على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب. ده واحد واقف منتصب مراقب، واراقب ماذا يقول لي وماذا اجيبه عن شكواي. هو هيقول لي ايه؟ انا حطيت الاسئله قدامه وعندي ايمان ان هو هيجاوبني، انا واقف منتظر الرب. تلاقوه في الاصحاح الاول منطرح، الاصحاح 2 منتظر واقف بيقول للرب انا حطيت كل الاسئله قدامك وعارف انك انت هتيجي تعمل حاجه من 2، يا اما هتجاوبني يا اما هتوقفني على رجلي من جديد وتخليني انتظرك وتعلمني الانتظار. واقف على رجليه، وبعدين عدد 2 يقول ايه؟ فاجابني الرب. اول ما وقف كده يقول فاجابني الرب وقال اكتب الرؤيه وانقشها على الالواح لكي يرقد قارئها. انا عايزك مش بس تكتبها، لكن عايزك تنقشها. والكتابة ممكن يجي لها وقت وتتمسح، يجي لها وقت كده وعوامل الزمن والتعرية تشيلها، لكن عايز اقول لكم النقش يفضل محفور. ليه يفضل محفور؟ لانه النقش ده بيجيب المطرقة والازمين ويحدد بيه الكلام، فلا يمكن الزمن يمحيه ولا يمكن يتنسي. انقش على الالواح لكي يرقد قارئها. وراح الرب قال له الرؤية بعد الى المعاد وفي النهاية تتكلم. انا هقول لك لكل سؤال عندك، لكل سؤال عندك النهارده، انه الرؤية تتكلم في النهاية تتكلم، ولا تكذب. انت وانت فانتظرها لانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر. ده الرب بيطمنه، بيقول له اوعك في يوم
تفتكر يا حبقوق انك تحطيت طلبة قدامي وانا هنساها. اوعى في يوم من الايام تظن انك صليت صلوة وانا ما سمعتهاش. اوعى في يوم من الايام تظن انك صرخت صرخة وما وصلتش لحد عندي. ده هنا بيطمنه واقف مراقب بيقول للرب انا مستنيك، ورجايا واملي حاططهم فيك، لا مش في الناس ولا في القوة ولا في القدرة، انا عيني عليك وانتظاري ليك وحدك يا حبيبي، اتكال عليك وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي. ما انت خلاص. كم حد فينا متأكد انه سامع؟ يلا كم حد فينا لما بيصلي متأكد انه الرب سامع؟ حد في الرحلة دي في امريكا حكى لي قصة رهيبة جدا جدا، قصة حقيقية. بيقول انه في بلد من البلاد كان في كنيسة، وبعدين واحد جه قدام الكنيسة وراح فتح بار كده الناس تسكر فيه، فوش الكنيسة في وش البار كده. فالكنيسة مش عارفين يعملوا ايه، هو طبعا عنده بودو جاردز وعنده ناس عضلات متأجرهم، فمحدش يقدر يقول له انت عملت ايه. فالقسيس راح جاب الكنيسة كده وقال لهم نصلي، صلي ربنا يعمل حاجة، نصلي. بعد البار ده الحانة دي ما كانت مليانة بالناس اللي بيسكروا، هم بدأوا يصلوا وبدأ ربنا يعمل حاجة غريبة، انه البار ده بدأ يفضى. المهم بقى لما فضي والدنيا وقفت، فالراجل يعني بيته خرب يعني، فراح رفع قضية على الكنيسة. راح قال للقاضي الناس دول بيصلوا خربوا بيتي، فأنا محتاج تعويض. فوقفوا المؤمنين كده قالوا لا احنا ما نظنش ان الصلاة هي اللي خربت بيته. فالقاضي قال ايه، انا متحير امام رجل سكير صاحب بار يؤمن ان قوة الصلاة فعلت امور عظيمة، وامام كنيسة لا تؤمن ان الصلاة هي التي فعلت ذلك. يعني خيالوا الرجل بيقول لما صلوا ايه اللي حصل، ربنا اتحرك، وهم يقولوا ايه عشان ما يدفعوش، قالوا ايه لا احنا ما قلناش احنا ما صليناش. كم حد فينا بيصلي وعارف ان ربنا سامع، وعارف ان ربنا اله قدير، وعارف ان ربنا بيتحرك؟ كم حد فينا حط صلوة على مكتب ربنا وعنده ايمان ان ربنا عنده وقت للاجابة؟ طب اديله المجد في هذا الصباح. اوعى ابليس يصيبك بالاحباط في صلاة يقول لك ما احنا انا بطلت اصلي ليه؟ لسه حد قايل للتعبير ده، انا بطلت اصلي، كل ما اصلي ولاقي الامور تيجي عكسية. دي ضربة من ابليس، لانه عارف انه لما بتصلي ايد الله بتتحرك بامور عظيمة. فعشان كده ربنا عايز يعلمنا نصلي، عايز يعلمنا ان احنا نصلي. يعني انا في الحقيقة ببص على الراجل الجميل اللي اسمه يعقوب، رسول يعقوب، في رسالة يعقوب اصحاح 5 يقول في عدد 13، بصوا الكلام الخطير ده. ده دور الكنيسة على فكرة ودور المؤمنين. خيالوا ان انا لما سافرت لقيت الكنيسة اللي احنا مرات نعيب عليها برة بينفذوا ده عملي جدا. بص بيقول ايه، على احد بينكم مشقات. يعني ايه مشقات؟ عنده أتعاب، عنده ضيقات، عند حد فيكم مشقات، أيوة يعمل إيه؟ يصلي. اللي عنده مشقة طبيعي يصلي. طب أمسرور أحد يرتل؟ وبعدين يقول إيه؟ أمريض أحد بينكم؟ حد تعبان هنا؟ إحنا عايزين الأيام اللي جاية بنعمة الله كل شيوخ الكنيسة الأحباء، الحمد لله على سلامتك يا أخي كميل، اشتقنا عليك والعيلة وكل حبايب الرب اللي موجودين، عم ناجي وعم كامل هيرجع بالسلامة وسطينا لما يجي بنعمة الرب، أنا بشكر الرب لأجله. كل شيوخ الكنيسة يجوا كده والمرضى يطلعوا وروحوا يقول إيه، فليدعوا شيوخ الكنيسة. يعملوا إيه؟ يصلوا. وبعدين يعملوا إيه؟ يدهنوه بزيت. ده أمر كتابي؟ يعني لو حد مريض هنا هيجي يقول يا كنيسة أنا تعبان، يا أسيس يا شيوخ الكنيسة أنا تعبان، يدهنوه بزيت باسم الرب. ما فيش حد من البشر، لا أسيس ولا بشر عندهم شفة، بس هم بيصلوا بمين؟ باسم الرب. شوفوا الآية اللي بعدها يقول لي وصلاة الإيمان تشفي المريض. يبقى لو حد عنده مشقات يصلي. طب لو حد عنده مرض أو تعب يعمل إيه؟
يصلي. عشان كده صلاة الإيمان تشفي المريض، الرب يقيمه، الرب يقيمه. أنا عندي إيمان في أمور عظيمة الرب يعملها، يعملها، يقدر يعملها ولا ما يقدرش. الرجل ده بيقول أنا على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب لأراقب. أنا واقف مستنيه، أنا واقف منتظر الرب. حطيت كل شكوايا قدامه، حطيت كل الطلبات قدامه، وعندي إيمان في سيدي إنه يقدر يعمل أمور عظيمة. إحنا مرات نصلي وللأسف، للأسف بنصلي بس لما ربنا بيعملها مش بنبقى مصدقين نفسنا. تعرفوا كده؟ يعني حكيت لكم القصة دي يمكن قبل كده، قلتها الرحلة دي لما كنت مسافر في مؤتمر، فقعدوا يضحكوا. في آية في الكتاب بتقول إن كان لك إيمان تقول للجبل انتقل ينتقل، وفي آية كمان تقول لهذه الجميزة انقلعي وانطرحي في البحر. تعمل إيه؟ حد حبيبنا في الصعيد أخ مؤمن حلو قوي، فبيقرأ الآية دي تقول لهذه الجميزة انقلعي، والآية جت على الجرح. هو ساكن بيته على ترعة وقدام البيت جميزة، فقال له يعني أنا لو عندي إيمان يا رب، وقلت الجميزة دي تتقلع، جميزة من زمان هو اتولد ليها قدام الباب وضخمة كبيرة كده، كلمة إيمان تخلي الجميزة دي كلها تتقلع. فهل أنا عايز أختبر المستوى ده من الإيمان يا رب؟ أنا عايز أشوف إيه الإيمان اللي الجبل ويقلع الجميزة ده. وبعدين هو قاعد في المنظرة كده والجميزة في وشه، راح قفل الشباك وراح ركع في المنظرة كده أوضة الجلوس بتاعت الصعيد دي، وقعد يصلي 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 ساعتين، وحاطط ايده على ايه، يقول له الايه بتقول ان كان لك ايمان تقول لهذه الجميزه انقلعي تنقلع. وبعدين قعد ساعتين يصلي، وبعدين راح فاتح الشيش بتاع الشباك كده وراح باصص بعينه كده ليه الجميزه واقفه مكانها، فرفع وشه للسماء قال له بامانه من قبل ما صلي وعارفك ما هتقلعها. يعني انا اصلا بصلي وعارفك مش هتعمل حاجه اصلا. يعني احنا بنصلي وكانه من قبل ما بنصلي عارفين ايه. انت فعلا لما بتصلي، وانت لما بتصلي عارفة ان ربنا بيعمل حاجة؟ كم حد يثق ان الصلاة بتحرك يد الله؟ كم حد يثق ان الصلاة؟ صح، الاول واحد منطرح مليان بالاسئلة، صح التاني واحد واقف على رجليه منتصب، وهو منتصب يراقب الرب ماذا يقول لي وبماذا اجيب عن شكواي، ربنا هيقول لي ايه. مرات كتير حقيقة بنبص على الناس ورأيهم أكتر ما بنبص على الرب. تعرفوا أنه أنا بحب أيوب جدا جدا. سفر أيوب من الأسفار الخطيرة اللي بتتكلم عن فلسفة الألم. صحاب أيوب لما تبصوا معايا حقيقة قوله ولقيوه في صحاح 2 قاعد وسط الرماد. تعرفوا يعني الرماد؟ كوم حطب او كوم خشب محروق، ويجي في الطفي بتاع الحريقه دي ويروح قاعد. الطفي ده يبقى لونه اسود، وهو بعد عنكم عنده مرض نادر خالص. ايه المرض اللي جال لايوب؟ جاله عباره عن نوع نادر من الكانسر، من السرطان في الجلد. فكان بيشقى الجلد بتاعه، فكان ينزل من الجروح بتاعه جسمه دي ميه، وبعدين يجي الرماد عليها. كانش ليها علاج تاني وقتها، وقت في علاجات كتير، بس ايامها كان العلاج الوحيد انه يقعد الطفي ده في ماده يجي على الجروح بتاعته فيبردها شويه فتبرد شويه، وبعدين الميه اللي نازله والحاجات اللي نازله من جسمه مع الطفي ده تعمل طبقه كده زي الطين وتحتها غليان، فيجيب حتة شقف كده أو يعني من حاجة فخار مكسورة، وروح يقعد يشيل الطبقة اللي فوق عشان حتة يشيل اللي عليها ده الجلد اللي عليها، فيجي طفي تاني عليها فتبرد شوية. فجوم أصحابه لقيوه جاي على الرماد، كل حتة عليه رماد في جسمه، لقيوه حاجة أسود في أسود كده. أول ما شافوه كل واحد راح جايب الجلابيه بتاعته الجبة بتاعته لحد الآخر وشقها، وقعد أسبوع قدامه ما ينطقوش. اصل هيقولوا له ايه؟ تخيلوا اللي مر بيه ايوب كان، يعني انا بقول كده انه فوق الاحتمال، يعني فوق الاحتمال، بس ربنا كان ناويله على بركه غير عاديه. خيالوا انه اول حاجه تحصل معاه انه ولاده العشره يموتوا مره واحده، عشره ولاد يموتوا مره واحده، وبعدين ممتلكاته كان مصنف الاول في الغنى في الشرق،
ممتلكاته تضيع مرة واحدة، وبعدين صحته تضيع، وكل حاجة بتضيع، كل حاجة بتضيع. وبعدين أصحابه بدأوا يبصوا على اللي هو فيه. فواحد من أصحابه هترب أخويا ماهر جاب له في أيوب 4 ألفاز فعدد 7 يقول له إيه؟ يقول له أيوب أنا رأي الشخصي، رأي الشخص اللي أنت فيه ده في أيوب 4:7 يقول له إيه؟ يقول له أذكر من هلك وهو بريء، وأين أبيد المستقيمون كما قد رأيت. بصوا ده تقرير صاحبه اللي زعلان عليه. كما قد رأيت أن الحارثين اسما، اللي بيحرطوا الأرض ويبدروا اسم فيها أو خطايا، والذرعون شقاوة يحصدونها. أقول لكم المعنى، بيقول له أكيد أنت زرعت وجي اليوم اللي تحصد فيه. أصل لا يمكن ربنا يعمل حاجة وبس، أكيد اللي أنت فيه ده والمرار اللي أنت فيه ده نتيجة إيه؟ ده زرع وحصاد، ده أول واحد. بس التاني، التاني في صح 8 في الحقيقة اسمه بلدد. بلدد ده شد معاه شوية وقال له إيه؟ في عدد 3 راح قال له إيه؟ هل الله يعوج القضاء؟ أو القدير يعكس الحق؟ يقول له إذا أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم. التاني بيقول له إيه؟ أكيد لولا تستاهل لولا ربنا ادالك. هو ربنا بيعمل حاجة وبس؟ واحد قال له ده زرع وحصاد، واحد قال له إيه؟ تستاهل. بس التالت بقى كان الحديث اشتد سخونة لما تروحوا اقروا، اسمه سوفر. سوفر قال له كلام رهيب جدا في عدد 6، قال له إيه؟ في صحاح 11 عدد 6، بصوا ده رد الناس، ده رد الناس لما يردوا. فأيوب 11 عدد 6 يقول له تعبير خطير جدا جدا، يقول له إيه؟ إن الرب يعلن لك خفايات الحكمة، إنها مضاعفة الفهم، فتعلم. أنا عامل على الآية دي دايرة مستطيل كده على الجزء ده، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. عارفين ده بيقول له إيه؟ أقول لكم أنا. بيقول له بص يا أيوب، من وجهة نظر اللي أنت فيه ده قليل عليك، ولو أنا مكان ربنا كنت اديت لك أكتر من كده. خيال واحد ولاده 10 ماتوا، وممتلكاته ضاعت، وصحته ضاعت، وصاحبه ده مش عدو، ده صاحبه بيقول له ايه؟ ده قليل عليك اللي انت فيه ده، المفروض ربنا يديك ايه؟ اكتر من كده. بس انا عايز اقول لكم على حاجة رهيبة، ده رأي الناس. بس لما تيجي في اخر السفر ده تلاقي حاجة غريبة قوي في صحة 42. يلا انا ما اعرفش ربنا بيكلم مين يكون عنده اسئله. صح 42 الرب كان بيتكلم مع ايوب، وبعدين ايوب يقول له قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. وبعدين يقول ان الرب كلم في عدد 7، الرب كلم بقى الاصحاب دول، يقول وكان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام، ان الرب كلم يعني قال لإليفاذ التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك. ليه؟ لأنكم لم تقولوا الصواب فيا كعبد أيوب. يجي الرب يقول أنا عايز أرد اعتباره، عايز أرد اعتبار أيوب ابني، أنتوا افتريتوا عليه، أنتوا قلتوا عليه كلام صعب. هو يقول لهم ترفقوا، ترفقوا يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني، لمستني. انا عارف الايد دي، انا عارف الايد دي مش غريبة علي. وهما يقولوا له تستاهل، اكيد زرعت. الرب يقول لهم كده انه احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك. عدد 10، يلا ربنا عايز يقول حاجة لحد موجود. ورد الرب سبي ايوب، رد الرب سبي ايوب امتى؟ لما صلى لأصحابه. سؤال بعد اللي أنا قلته لحضرتك، هو مين غلط في مين؟ طب المفروض مين اللي يروح يعتذر ومين اللي يصلي؟ هما. بس عارف الرب رد سبي أيوب لما صلى لأصحابه. عايز الرب يقول رسالة لحد موجود أو حد بيسمعنا، الرب هيرد السبي لما تطلق اللي جرحوك واللي أساءوا ليك بغفران وتطلقهم ببركة. حد يقول معايا أمين؟ كم حد يقول له يا رب انا مش مستني تقييم من الناس. وزاد على كل ما كان لأيوب ضعفا. الرب يجي يقول له هباركك واديلك اللي على قلبي. تلاقوا هنا انه حبقوك في وقت من الاوقات يقول للرب انا واقف مستنيك، انا مش مستني رأي الناس. الاصحاح الاول مليان بالاسئلة، الاصحاح التاني واقف مستني
بس الإصحاح الثالث ده عشان ناخد وقت صلاة مع بعض ان الرب يعمل تغيير النهاردة في حياة ناس موجودة. الإصحاح الثالث بقى تلاقي في حاجة غريبة حصلت. يقول كده ان الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. خيالوا الإصحاح الأول واقع ضعيف منحني، صح التاني بقى واقف، صح التالت بقى يمشيني على مرتفعاتي، وكأنه عايز يقول الرب جه مالك ايه اللي تعبك، يقول له الجبل ده والصخرة دي والمرتفعة دي والحيطة دي، طب هات رجليك بقى، هات رجليك يا حبخوك، هتعمل ايه؟ هيمشي على المرتفعات. فتلاقي واحد طافر ظافر، بصوا من واحد واقع لواحد واقف منتصب لواحد بيتخطى على الجبال وعلى المرتفعات وماشي مع الرب بطريقة غير عادية. تخيل ان الخطوة بتاعته، تخيل الجبل بينه وما بين الجبل بيبقى مسافة، رجل تحط على الجبل ده والرجل التانية على الجبل التاني، يمشيني على مرتفعات، يقفز، يجعل قدمي كالأيائل. عارفين الغزلان وهي بتقفز من جبل لجبل، خيالوا النقلة اللي ربنا عملها معاه، منطرح تعبان عند أسئلة بلا إجابات. صح التاني أنا مستنيك هو أنا واقف، وقفتني على رجلي من جديد. صح التالت تحصل حاجة غريبة قوي قوي، ان ربنا يعمل ايه فيه؟ يديله بقى ان يكون طافر وظافر فوق الجبال وفوق المرتفعات. مع العلم لو بصيت حضرتك معايا من عدد 17 يقول ايه؟ مع انه دي خطيرة جدا، بالرغم من انه الحال ما تغيرش، لا يظهر التين، ودايما كل حاجة في كلمة الله لها معنى. التين دايما يقولوا التين حلاوة العيش، تين يقولك ما عادش ليها طعم، في مؤمنين كتير بيقولوا ايه ما عادش ليها طعم، مع انه ما عادش ليها طعم. يقول لا يظهر التين ولا يكون حمل في الكروم. الكروم دايما في كلمة الله فرح، حتى في سفر القضاء لما يسام ابن يعني جدعون حكى القصة دي وقال القصة دي، راحوا قالوا للكرمة يا كرمة تعالوا املكوا علينا، قالت لهم أسيب مستاري اللي بيفرح الناس وبيفرح قلب ربنا واروح املك على أشجار، أنا عندي مهمة أنا بفرح. فالتين حلاوة العيش، الكروم الفرح، مع أنه ما عادش فيها فرح. ويكذب عمل الزيتونة، الزيتون ما عادش فيه زيتون. يعني يكذب، يعني تبقى مليانه ورق بس تيجي تدور اخر الموسم ما تلاقيش فيها ثمر. زيتون كانوا دايما يعصروه ويعملوا منه حاجتين مهمين قوي، انه يحطوا الزيت ده للاناره وبعدين يستخدموا الزيت ده، كان دايما يستخدم في بيت الرب للاناره، لكن كان كمان اشاره للتعزيه. لا فيها فرح ولا فيها حلاوه لا طعم ولا عاد فيها تعزية. وبعدين يكمل يقول ايه؟ والحقول لا تصنع طعاما ولا فيها شبع. ايه عم ده يعني؟ وبعدين يقول لك ايه؟ وينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. وشمعنا الغنم والبقر اللي حطهم؟ أصدون اللي بيتقدم منهم الذبيحة، فلا بيقي فيها اقتصاديا ولا بيقي فيها روحيا. يعني الحال ما تغيرش، قال لا ما تغيرش. يعني الوضع ما فيش نقلة اقتصادية ولا نقلة حصلت حواليك، قال لا ما فيش نقلة. مع انه عدد 17 ده رهيب، لا فيه ولا فيه ولا فيه ولا فيه. وبعدين يقول مع انه لكني فانني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. وبعدين يقول ايه؟ الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي. ده بيحكي قصه رهيبه جدا جدا هنا، بيقول الحال ما تغيرش بس انا اللي اتغيرت، الوضع اللي حواليا ما تغيرش بس انا ربنا عمل معايا انا حاجه من جوه. ممكن الوضع اللي حواليا يفضل مكمل بس انا اللي ربنا ينقلني نقله، ينقلني نقله. مرات كتير لما الظروف تتغير اتغير، طب ما تيجي نعدلها، انا هتغير وبنعمه الله الظروف تتغير، وان ما اتغيرتش يكفيني ان سيدي شايلني ومشيني فوق المرتفعات. دول ثلاث اصحاحات في غايه الخطوره، واحد فرحان بالرغم من ان ظروفه صعبه جدا. مرات كتير نصلي يا رب غير الظروف، مرات كتير نصلي نقول للرب يا رب اعمل حاجه عشان فرحني واعمل حاجه في الامور اللي حواليا. طب كم حد فينا يقول للرب انا عايزك تغيرني انا من جوه،
فبدل ما انا واقع ومنطرح انا هفرح بيك وانا عارف انك هتديني اللي على قلبك. مرات كتير عيني على ايدين الرب فمش قادر افرح بيه. يمكن القصه دي يمكن سمعها حد مني او لا. ليا صديق عزيز عليا جدا جدا في الصعيد اعرفه من سنين طويله، وبعدين يعني هم ربنا مباركهم جدا ماديا، وهو ومراته اتقياء بيخدموا الرب من قلوبهم، يعني هو نفس السن بتاعي. وبعدين اتجوز وقعد سنه واثنين وثلاثه منتظرين الرب بس ما فيش ولاد، اربعه خمسه سته عشر سنين، وبعدين هو وزوجته اللي احنا مستنيين الرب. بعد تقدم الزمن وصلوا 15 سنه متجوزين، وبعدين دكتور كده مؤمن قال له على فكره يعني العلم والطب بص انتم مش هينفع في حالتكم غير انه يكون في يعني زرع وربنا هيديك اولاد. فقال له بس حالتكم صعب ان هي هنا في مصر تتعمل. طب نعمل ايه؟ قال له بص يعني انا قريت انه في دكتور بره في الدوله الفلانيه شاطر جدا جدا في الحاله بتاعتكم. بجد؟ طب اتواصل معاه. اتواصل مع الدكتور وقال له بص انا الحالات دي بتنجح بنسبه 95% معايا. وبعدين قال له بس هي الرحله مكلفه، يعني الرحله مكلفه، الاقامه والمستشفى وتقعدوا فتره مش هتقدروا ترجعوا طيران لازم. قال له بص مش مشكله الفلوس، باع حته ارض كبيره عنده كانت طالعه مباني وحول فلوس وسافر هو ومراته. وبعدين انا متابع معهم بالتليفون، راحوا عملوا العمليه وكان يعني انا كان عندي ثقه ومكرس معهم صوب وصلاه انه يعني المره دي هيكون فيها حاجه مختلفه. وانا يعني بتصل بيهم، وبعدين يوم بكلمه الصبح كده فقال لي صدقني العمليه فشلت. وانا كان عندي سؤال يعني 95% بتنجح مع كل الناس وابنك وبنتك الاتقياء دول يطلعوا من 5%؟ وبعدين يعني قال خلاص يعني احنا حتى الدكتور مستغرب، والدكتور هناك رغم ان هو حد مش لا ديني يعني، فقال له بص انا يعني صعبان عليا انكم جايين من بلد بعيده، انا هرد ثمن العمليه ليكم. قال له لا خلاص المشكله مش مشكله فلوس. وانا في الحقيقه زعلت جدا. هم كانوا موصلين مطار القاهره وانا رحت بالعربيه عشان اجيبهم وبعدين يقعدوا معايا وقت وبعدين يسافروا. وبعدين انا استاذنت احكي الاختبار ده بدون ذكر اماكن او اسماء. وبعدين انا رايح مطار القاهره كده وكل التخيل اللي جوايا ان هلاقي المدام لابسه لها بلوزه سودا كده وجايه كئيبه وهو جاي كئيب. وبعدين قابلتهم في المطار كانه حد كان رايح يفسح بره وجاي. انا ما ولا بص باستغراب الناس دول في حاجه غريبه، فبصيت لهم كده فقال لي عارفينك هتقول ايه. قلت له ما حقيقة يعني أنا متوقع إن أنا جاي ألاقيكم مكتئبين وتعبانين وحزانة وعاتبين على الرب. قال لي بص أنا ومراتي بعد العملية ما فشلت قررنا قرار. قلت له القرار؟ قال إن إحنا هنرفع عينينا من على إيدين الرب ونحطها على وجهه. فأنا ما فهمتش. قلت له يعني مش فاهم. قال لي طول الوقت عينينا على العطية. إحنا قلنا للرب بص يا رب إحنا عايزينك أنت تباركنا وتستخدمنا واحنا عايزين نشبع بيك ومش فارق معانا اي حاجة تاني. قررنا قرار ان احنا هنوقف كل حاجة ومش هنعمل ولا حاجة غير ان احنا الوقت اللي جاي هنخدمه ونفرح بيه بصدق ومن على منبر الرب. معدت السنة دي هما يعني تجار كبار، وبعدين رجع يوم من شغله لقى المدام تعبانة ومال ترجع، فقال لها كلت ايه؟ قالت له ما كلتش حاجة. بيتابعوا مع دكتورة مؤمنة في المركز اللي هم فيه في الصعيد. وبعدين راح للدكتورة قال لها مش عارف ايه اللي حصلها. هم قالوا ولا كان عندنا رجاء ولا واحد في المليون ان احنا خلاص يعني العمليات الكبيرة على ايدين اكبر الاطباء فشلت، فما كانش عندنا تخيل. فالدكتورة المؤمنة دي امال تستغرب، فخدت عينة بعتتها المعمل، وبعدين راحت بعت المعمل تاني، وبعدين قالت له بعد المعمل التاني ما جه قالت له بص انا مش متخيله بس عايز اقول لك على حاجه سيبك عملها. فقال لها يعني ايه؟ فقالت له قالت له ما دامك حامل
وبعدين هو يعني يقول انا ومراتي مش مصدقين، فروحنا اكبر معمل عندنا مش في المركز في المحافظه وعملنا تحليل فيطلع ايجابي. ويجي الرب يديهم اول يعني اول ولاده يديهم الرب توأم. ولما اداهم التوأم ده قال لي تعبير رهيب جدا، قال لي اكبر درس اتعلمناه نطول معنينا على ايده مش قادرين نفرح بيه، بس اول العينين ما تترفع من على ايده من على العطايا اديني واديني واديني، حط على وجهه الموضوع بيكون مختلف. حب النهارده عينيك تترفع شويه مستوى لفوق، تقول للرب انا هفرح بيك، وعارف بص تلذذ بالرب فيعطيك، انا هفرح بيك وعارف ان انت هتديني اللي على قلبك. كم حد يقول للرب النهارده انا عندي ايمان يا رب انك هتفرحني؟ لو حد بيسمعنا النهارده وعنده يمكن رجاء اتفقد، حبقوق بيقول الحال ما اتغيرش بس انا سيدي رفعني وغيرني، الوضع ما اتغيرش زي ما هو زي ما هو ولا حاجه حصلت، لما تقرا السفر كله ولا تغيير حصل، بس هو اترفع، هو ربنا راح موقفه على رجليه. كم حد فينا يقول للرب انا مش منتظر الظروف تتغير، لكن في اسم الرب يسوع انا انتظاري هو لشخصك انك تغيرني انا من جوه، فبرغم الظروف لكن هقدر احبك وهقدر اعبدك وهقدر افرح وهقدر ابتهج، وتجعل قدمي كل ايائل وتمشين على المرتفعات. كم حد فينا النهارده يقول للرب انا اثق فيك النهارده انك تصنع معايا امر عظيم؟ تعرفوا بولس الرسول، بولس ده كان راجل رهيب جدا، بولس كان عنده ربنا مستخدمه لدرجه ان واحد وقع من الطابق الثالث وهو بيوعظ، كان يقعدوا كده، فواحد قاعد فوق كده اسمه افتيخوس على الشباك وشويه مع بولس وشويه بره، وبعدين على نص الليل كده وهو بيوعظ طول شويه طول بولس، وبعدين راح افتيخوس اتقلب نزل على رقبته، شالوه ميت جابوه، قال طب خلوه بس لما خلص الاجتماع، بعد الاجتماع راح مصلي له مقومه. كان عنده مآزر، المآزر دي كانت عبارة عن ضمادات بيحطها كده على جسمه، بيقولوا ان بولس من كتر الاضطهاد والضرب اللي شافه كان عنده جروح في جسمه مش بتقفل، وبعدين المآزر اللي كان بيحطها على جسده دي الضمادات كان يحطها على مرضى امراض مستعصية فتشفى، وبعدين يقول بعدها انا قد مش ابتليت اعطيت. عارفين لو قال ابتليت كان ينفع كل مؤمن يقول لك انا ابتليت، انا ابتليت بمرض، انا ابتليت بمشكله، لكن بولس يقول اعطيت. اعطيت ربنا بعت لك ايه؟ عارفين جايه في بعض الترجمات جايه بمعنى هديه، جفت، ربنا بعت لي هديه، ربنا اداني هديه. ايه الهديه اللي ادالك؟ بيت جديد ولا عربيه جديده ولا ايه المستوى اللي ربنا نقلك ليه؟ ايه الحته اللي ربنا اداها؟ ايه الجفت اللي ربنا بعته لك الهديه؟ قال انا اعطيت شوكه، أعطيت شوكة في الجسد. والراجل ده بص يقول ايه بقى؟ ملاك الشيطان ليلطمني لكي لألا ارتفع، لألا ارتفع. وبعدين يقول من جهة هذا تضرعت إلى الرب كم مرة؟ 3 مرات. بعدين يقول حاجة غريبة وهو بيقول فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور افتخر بالحريف ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. بصوا العدد اللي جاي بقى، يقول لذلك اصر بايه؟ لا انا عايز صوت عالي. لذلك اصر، يعني اصر، عشان كده انا بفرح بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح، لاني حينما انا ضعيف، هللويا، حينئذ انا قوي. الرب قال لي تكفيك نعمتي، كل ما اروح للرب اقول له الشوكه تعبان اشفيني، تكفيك نعمتي. المره الثالثه قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، فيقول حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. ايه اللي حصل معاك؟ قال هو سندني، سمح بالشوكة بس ايده التانية شايلاني، انا ما اعرفش ايه اللي بتمر فيه. بس عندي سؤال مهم جدا قبل ما نصلي، انت فين اصحاح في الثلاثة دول؟ لو حبيت بس بامانة شديدة، يعني واحد يقول انا واقف في الاصحاح الاول، انا عندي اسئلة ومنطرح، حقك،
حقك على فكرة. ممكن المرحلة دي تاخد سنين معايا ما عديش منها. ليه اتظلمت؟ ليه اخواتي عملوا معايا كده؟ ليه سمحتلي بالامر الفلاني؟ شمعنا انا بالذات؟ واقعد اقول لربنا عتاب عتاب عتاب. ممكن المرحلة دي تاخد وقت صغير وممكن تاخد باقي العمر. بس في مؤمنين ربنا خدهم من المرحلة دي وقفهم على رجليهم. كم حد فينا منطرح عنده أسئلة يقول له في اسم الرب يسوع في هذا الصباح أقف على رجلي من جديد وعيني تترفع للسماء وعيني عليك ومنتظرك ومتشجع بيك. بس أول ما تختبر الإصحاح التاني ربنا يروح واخدك للإصحاح التالت ده بقى وعلى المرتفعات. وعلى فكرة دايما أقول كده، ممكن النقلة ما بين إصحاح وإصحاح مش تاخد لها سنة اتنين، ممكن في اجتماع، ممكن في ترنيمة، ممكن في عدد ترنيم، ممكن في صلوة ربنا ينقلني من مرحلة لمرحلة، ممكن أكون واقع ربنا يوقفني النهاردة، ممكن أكون واقف منتظر وربنا يمشيني على المرتفعات ورغم تغير الأحداث لكن أنا أتغير من جوه. يعملها يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. كم حد مصدق فيه أنه إله قدير وإله عظيم وعنده أمور عظيمة، عنده فرح. بحب عدد 18 جدا، 3:18، فإني أبتهج بالرب. مش بالتغيير على فكرة، عدد 18، فإني أبتهج بالرب، فرحي بالرب وأفرح بإله خلاصي. مش فرحان. بصوا حنة مصمويل في صمويل الأول 1، وكان عندها يعني منطرحة وعندها أسئلة كتير ومكتئبة وحزينة ومرة النفس. سلام ربنا في صحاح 2 عمل معاها. بص صمويل الأول 2 من عدد الأول، فصلت حنة وقالت، بصوا معايا كده، قالت ايه؟ فرح قلبي بصمويل. ايه ده؟ مش المفروض هي عندها أزمة عايزة عيل وربنا اداهولها؟ قالت لا، مش العطية اللي فرحتنا، أنا فرحان بالعاطي. فرح قلبي بالرب. بص اللي جاي، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك. وهي بتتكلم هنا بتقول له اكتر حاجة مفرحاني مش انك ادتني عيل، لكن اكتر حاجة مفرحاني ان انا بنتي ليك. على فكرة ممكن ربنا يحل المشكلة وممكن ربنا يشيل الجبل بسهولة، بس اكتر حاجة تفرحك النهاردة وتفرحك انك بنت لله وانك ابن لله. كم حد فرحان ان اسمه مكتوب في سفر الحياة؟ فين التلاميذ لما رجعوا قالوا له ايه؟ حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. احنا فرحانين قوي بالسلطان اللي ديتولنا. قال لهم افرحوا بالحرية ان اسماءكم كتبت فين؟ في سفر الحياة. بصوا في 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 صموئيل الاول 2 وهي بتقول كلام خطير جدا وهي بتحكي. فبعدين بعد ما قالت فرح قلبي، انا هقرا بس معاكم الصلوه بتاعتها. الصلوه الاولى مليانه مرار في الاصحاح الاول واكتئاب وحزن وضغوط ومذله. الصلوه الثانيه مليانه فرح، فرح قلبي بالرب، ابتهج، تقول كده ارتفع قرن بالرب، اتسع فمي على اعدائي لاني قد ابتهجت بخلاصك. عدد 2 يقول ايه؟ تقول ليس قدوس مثل الرب لانه ليس غيرك، ليس صخره. حلوه صخره دي، حاجات كتير متغيرة بس ليس صخرة مثل إلهنا. عدد 3 تقول لا تكسروا الكلام العالي المستعلي والتبرح وقاحة من أفواهكم، لأن الرب إله عليم عارف كل حاجة وبه توزن الأعمال. وبعدين تقول إيه بقى؟ قصي الجبابرة تحطمت والضعفاء تمنطقوا. عدد 5 بقى تقول إيه؟ الشبعة. يلا خد العدد ده عشان تصلي بيه الوقت اللي جاي. نصلي ونعبد الرب، وعندي إيمان أن ربنا هيفك ناس في هذا الصباح موجودين وبيسمعونا. الشبع أجروا أنفسهم بالخبز فصلة، والجياع كفوا نقطة. النص الأول في الآية بتقول الشبع، الشبع دول اللي عندهم كل العز أجروا أنفسهم بالخبز. من الضيق راحوا الناس، قالوا شغلني، قالوا صدقني الحال واقع، قالوا ما أنا مش محتاج مرتب وما العايز إيه، قالوا شغلني بلقمتي. بس تقول والجياع كفوا. بص النص الثاني من الآية تقول إيه بقى؟ حتى أن، عارفين حتى أن دي تعبير رهيب، حتى أن العاقر ولدت 7. على فكرة هي لما صلت الصلوة دي ما كانش عندها غير صمويل وديته للرب.
بعد كده ربنا اداها تاني غيره. هتقروا تلاقوا ربنا اداها خمسة تاني. هنا تقول انه العاقر ولدت سبعة. هنا كمال العطية. طب منين يحنى عاقر ومنين ولدت؟ هو ده شغل الرب. منين الظروف المحيطة بيا متقفلة من كل ناحية ومنين تقول ان الرب هيتدخل؟ ده شغل الرب. منين الدكتور قال لي كلام صعب جدا على حالتي وصحتي وانت جاي تقول ان ربنا هيعمل امر جديد؟ ده شغل الرب. كم حد فينا مصدق ما حنى ان العاقر تلد سبعة؟ كم حد فينا متأكد ان الرب يشفي امراض مستعصية، يشفي من امور رهيبة جدا؟ انا اعرف ان الرب يشفي من الفشل الكلوي والفشل الكبدي، ويشفي من كانسر ويصنع امور عظيمة. حد مصدق ان الرب يقدر يشفي؟ شوف الامر الكنيسة لما الرب بعت التلاميذ. انا مش هقرأ من الاول بس هقرأ معاكم عدد واحد في متى 10:8. الرب لما بعتهم كده قال لهم روحوا باسمي، روحوا. وارسل في متى 10:12، في لوقا 10:70، وبعد كده ارساليه الكنيسة في مرقس 16 يقول لهم اشفوا مرضى. ده دور مين دولة؟ مؤمنين. طهروا برس. لو لقيتوا الناس دول زي ما كنت بعمل اعملوا انتوا. وبعدين يقولوا اقيموا موتى. معقولة؟ اخرجوا شياطين. مجانا اخذتم، مجانا اعطوا. حقيقي الكلام ده؟ حقيقي احنا نقدر نصلي بيه انه ربنا يقدر يعملها مع ناس موجودة؟ يقدر الرب. لو عندك حد بيسمعنا، هل الكلام الكتابي ده صحيح؟ طب خليني اقرا معاكم مره تانية وثالثه وعشره. مرقس 16 من عدد 15، مفروض ارساليه الكنيسه اذهبوا. الكنيسه ارسالتها ايه؟ اذهبوا. بس للاسف الكنيسه دول ارسالتها دلوقتي انتظروا. الكنيسه بتعمل ايه دلوقتي؟ بتنتظر. بس هي المفروض تعمل ايه؟ اذهبوا. من عدد 15، اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الايات تتبع المؤمنين. تتبع مين؟ طب كم حد متأكد ان اسمه مكتوب في سفر الحياة؟ انتوا بتتكسفوا؟ طب ارفع ايدك كده، ارفع ايدك. لا خلي السماء تصور عشان اللي جاي من نصيبك. هذه الايات تتبع مين؟ يعملوا ايه المؤمنين؟ يخرجون الشياطين باسمي، في اسم الرب يسوع. ده سلطان مش مقصور على الفريق اللي بيصلي، ده من حق كل المؤمنين. بس دول اللي صدقوا. يعني ممكن حضرتك تكون وحضرتك في يوم من الايام من المجموعه دي تتبع المؤمنين. مفيش موهبه اسمها موهبه اخراج شياطين، ده سلطان ممنوح لكل المؤمنين. يتكلمون بالسنه جديده، يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، لكن يضعون أيديهم على المرضى. مين دول؟ المؤمنين. حد مصدق؟ طب كم حد مصدق أنه ربنا يعمل نقلة في حياته النهاردة؟ يعملها؟ يقدر؟ الرب يقدر ينقل واحد واقع لواحد واقف على رجليه؟ يقدر الرب ينقل من واحد واقع لواحد واقف؟ ويقدر ينقل واحد واقف كده واقف منتظر لواحد ظافر طفر؟ يقدر يعملها؟ طب بس بأمانة انت واقف فين وانت واقفة فين؟ واللي بيسمعوني كم حد يقول للرب انا واقف في صح واحد، انا واقف في صح اثنين، انا بشكرك لانك نقلتني لصح ثلاثة، ولو عايز نقلة النهاردة ربنا يعملها. كم حد يقول معايا امين؟ انا نفسي بقى الاجتماع ناخد عبادة وصلاة وتسبيح قدام الرب. الرب يفكنا. سيبك بس ايه من التصوير، وسيبك من اللي بيحصل، وسيبي نفسك في محضر ربنا، وسيب نفسك. ولو قاعد في البيت خليك معانا. الوقت اللي جاي ده وقت مهم، ربنا يوصل ليك وليكي بلمسة خاصة. حد يقول معايا امين؟ غمض عينك وغمض عينك معايا، وتعالوا نيجي في محضر ربنا كده. قول للرب انا محتاج لمسة من ايدك القديرة في هذا الصباح. يلا مين يقول له انا عايز اتلذذ بيك؟ عايز اتلذذ بيك. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. تتلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك.
تكزز بالرب، والرب عنده أمور عظيمة يقدر يعملها معاك في هذا الصباح. يلا هاتي الأسئلة اللي عندك اللي ملهاش إجابات وحطيها بين إيدين سيدك القدير. كل أسئلة ملهاش إجابات عندك حطها عند قدميه. قول له امسك بإيدي وقومني من انطراحي، بقيت عيني على الظروف وعيني على المشكلة، ما بقيتش قادر أفرح بيك، ما بقيتش قادر أتعزى، ما بقيت مش قادر الأيام دي يا رب غير إن أنا آجي وأترمي عليك وأحط راس المتعبة زي حبقوخ اللي معنى اسمه عناق، تاخدني في حضنك النهاردة وتطبطب عليا، تعمل معايا أمور عظيمة، يقدر الرب؟ يلا من فضلك صلي، ما تقعديش كده، قول كده: أسيب أمامه شكواي. أنا أقعد أقول لك على اللي تعبني، وأقول لك النهاردة أن أنا محتاج الأيام اللي جاية أفرح بيك وأبتهج بيك، محتاج الأيام اللي جاية عينيا تتعلق بشخصك، والأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع كل ظهر منحني، كل ظهر تقلت عليه الأحمال تيجي تحط إيدك عليه. بصلي في اسم الرب يسوع، لو حد موجود معنا هنا أو فوق أو بشاهدنا لسه ما تعرفش عليك، تفتح عينه عليك يا رب. بصلي النهاردة تمسك بالإيدين وتفتح العينين على جمالك وعلى روعتك في اسم الرب يسوع. الناس النهاردة يا رب يشوفوك بقوة في وسطينا. هللويا، أشعر بحضور إلهي مميز في هذا الصباح. يا رب أنا عندي إيمان أنه في ناس بقالها وقت منطرحة بسبب الظروف والأحداث، بسبب اللي بيحصل. تعالى كل حد منطرح، كل مؤمن مضغوط او مضغوطة، مضغوط جسديا بسبب الامراض او صحته تعبانة، او مضغوط ماديا او مضغوطة نفسيا وعلى ظهرها احمال، تعالى بايدك المصقوبة في هذا الصباح وفك الاحمال وارفع كل حد منحني يا رب. اثق فيك النهاردة، اثق فيك انك جاي النهاردة تحط ايدك على ناس موجودة. يلا كل اخواتي المؤمنين الاتقياء ارفعوا قلوبكم معايا ان الرب يجي بسحابة مجده على الاجتماع ويغطينا، فيلمس لمسات شفا في اسم الرب يسوع، ويجي يوصل لبيوت لناس متألمة قاعدة في بيوتها منتظرة زيارة من الرب. ربنا يزور ناس بزيارات خاصة، بشفاءات خاصة، بقوة خاصة. يلا اسمع الكلمات دي معانا واحنا بنعبد الرب مكملين عبادة. صلي معانا من فضلك. هللويا هللويا. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك، كل الخيوط في يدك، وامين بطول العمر. بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الامر، كل الخيوط في يدك، وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة، قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة، حنان. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاند وان مرت الازمات، تفضل بتقود وساند لاصعب الاوقات. مهما الظروف تعاند وان مرت الازمات، تفضل بتقود وساند في أصعب الأوقات. ما بتدي إلا الخير، قولها للرب من قلبك. مهما المشهد ظلام، هللويا، كله بأمرك يصير.
دي وعودك مش كلام، ما بتقدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يصير. دي وعودك مش كلام، تفاصيل العمر عندك وحاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك وحاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. هللويا هللويا هللويا. كم حد يقول له ما بتدي إلا الخير؟ كم حد يشهد عن خير الرب في حياته؟ كم حد يقول له بشكرك لأنك إيدك المسقوبة لا يمكن في يوم من الأيام تأذيني، مش هتقدم غير كل الحب والخير. أنا نفسي أصلي مع أي حد هنا موجود، لو تعبانة أو تعبان، لو منحني، لو عندك حمل، لو عندك جبل، قول للرب النهاردة أنا جاي قدامك، أنا جاي قدامك. ها يا رب عندي إيمان أنك هتلمسني في هذا الصباح، عندي إيمان أنك في إيدك لمسة، لمسة خاصة جدا. كم حد يقول للرب شكرا شكرا لأنه في كل الشفاء، في كل الشفاء. شكرا يا رب لأنك تقدر تغير حالي حتى لو الظروف ما تغيرتش. أنا عندي إيمان أنه ربنا بيتكلم بإعلان لناس موجودة ممطرحة، مضغوطة، منحنية، ربنا عايز ينقلهم نقلة جديدة. كم حد يقول للرب أنا عايز أفرح بيك الوقت اللي جاي، وعايز أتلزز بشخصك وأتلزز بجمالك، وأحط الموضوع بين إيدك وهسيبه، وعندي إيمان أن أنا لما أتلزز بيك هتشبع قلبي بالخير يا رب. عندي إيمان، عندي إيمان. يلا اللي تعبان مش هقول تقف وتقفي، لكن ارفع إيدك للسماء قول له أنا أنتظرك. حتى اللي بيسمعونا في البيت قول له أنا أنتظرك. اللي عملته مع حبخوك تعمله معايا. التغيير الحقيقي اللي حصل في حياته من انطراح لانك توقفه مرة تاني وينتصب، تحط ايدك في ظهره. وعندي ايمان كمان يا رب انك ترفعني على جبالي وعلى مرتفعاتي في هذا الصباح. هللويا هللويا هللويا. انا حابب ككنيسة كلنا اللي يقدر يقف معايا، واخويا ماجد بيرنم الترنيمة لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بايدك وانت بتقولها من فضلك، ما تقولهاش ترنيمة، لكن استقبل لمسة من الرب. اللي عايز لمسة من ربنا قول له أنا أستقبل لمسة منك، تلمسني بإيدك. ما أنت الإله، أنت الإله. أنا عندي إيمان. مين إيمانه يتحرك ويتلامس مع الرب؟ تشفيني الآن لو هلمس توبك. ما أنت الحنان. صلي معايا الكلمات دي واستقبل، وانت بتستقبلي كده استقبلي في جسدك واستقبل في نفسك وروحك لمسة من الرب. لمسة شفاء، لمسة حياة، استقبل واستقبلي. تلمسني بإيدك، بثق فيك يا رب. انت الإله، أنا عندي إيمان. تشفيني الآن لو هلمس توبك. ما انت الحنان. استقبل واستقبلي من ايد الرب. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. ما انت الإله. هاليلويا هاليلويا. أنا عندي إيمان. تشفيني الآن لو هلمس توبك. ما انت الحنان. اشفيني بالشهوة وبالخطيئة. اشفيني، محتاج لك يا فدية. اشفيني 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 اشفيني. اشفيني،
محتاج لك يا فادية. اشفيني اشفيني اشفيني، جاي لك بذنوب ندمان وبتوب، طالب غفرانك طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع. اشفيني انا راجع ليك، اشفيني اشفيني اشفيني، محتاج لك يا فدية. اشفيني اشفيني اشفيني. يلا وانت مكمل صلاة معايا من فضلك، حط ايدك على قلبك وقول للرب كده: يا رب الشفاء خاص نفسا وروحا وجسدا. يا رب في اسم الرب يسوع انا بشكرك لاجل حضورك المميز في وسطينا. يلا كم حد يقول له: اتوقعك اتوقعك بالايمان، اتوقع وبصدق فيك. انا مصدق بالايمان انك تقدر، انا مصدق النهارده انك ترفع نفس المنحنيه، ترفع نفس المنحنيه. انا مصدق فيك انك صالح وانك قدير قدير قدير. كم حد يقول للرب كده: انا عايز اتملي بالفرح، اتملي بالفرح الوقت اللي جاي. الرب السيد قواتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعات. قل له: ارفعني ارفعني ارفعني، انا عندي ايمان في حضورك اللي يقدر يرفع الضعيف ويسند المنحني، وتيجي تدي نعمة للضعيف اللي مش قادر. زي ما بولس قال كده: تكفيك نعمتي. قال: يا رب حينما انا ضعيف، لما قلت له تكفيك نعمتي قال: حينما انا ضعيف حينئذ أنا قوي. أنا بشكرك بشكرك بشكرك. يلا لو أنت نفسك تسبح الرب، تعال أقول له: هرنم ليك وافرح بيك، يعز بيك يا فرح بيك. قول للرب كده: هرنم ليك. اهتف للرب من كل قلبك قبل ما نختم البث. قول للرب: أنا عايز الأيام اللي جاية تتملي بالفرح. وعظم الرب من كل قلبك. يلا نقول مع بعض: هرنم ليك وهفرح بيك، هرنم ليك وهفرح بيك، يا عز بيك أنا فخري فيك، يا عز بيك أنا فخري فيك، ياللي في سماك بتنظر لي وأنا مستاهلش تسمع لي، ياللي في سماك تسمع ليه، عينك سهران عليا، عينك سهران عليا، وإيدك ماسكة بإيديا، وإيدك ماسكة بإيديا. هرنم هرنم ليك وهفرح بيك، هرنم ليك وهفرح بيك، يا أنا فخري فيك، أنا فخري فيك، ياللي في مرضي بتشفيني وفي حزني أنت تعزيني، ياللي في مرضي بتشفيني وفي حزني أنت تعزيني، حتى في ضعفي يا حبيبي، سعيد نعيش لك يا حبيبي. هرنم ليك هرنم ليك، يا عز بيك أنا فخري فيك، أنا فخري.
بشكرك يا فادية على نعمتك وغناك ليا. أنا بشكرك يا فادية على نعمتك وغناك ليا. ميراثي أنت ضامن ليا، ميراثي أنت ضامن ليا، وكليلي معاك في الأبدية، وكليلي معاك في الأبدية. هرنم ليك وهفرح بيك، هرنم ليك وهفرح بيك، يا عزي بيك أنا فخري فيك، يا عزي بيك أنا فخري فيك. ثبت أنظارك فيك وحمولك سيبها عليك، ثبت أنظارك فيك وحمولك سيبها عليك. وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت، ارفع عينك تلاقيه، مشيت وياه. ليه تتلفت حواليك، ليه تتلفت حواليك، عينك خليها عليك، عينك خليها عليك. ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليك، أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه. وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت، ارفع عينك تلاقيه، ارفع عينك تلاقيه. هللويا هللويا، مجد للرب. هللويا، اشكر رب لاجل حضوره ومجده في وسطينا. هنرجع نكمل مره تاني ترنيم وعباده. اشكر رب لاجل حضراتكم، بشكر رب لاجل قناه الكرمه ولاجل بس الاجتماع. انا عايز اقول لكم في الرحله اللي فاتت اتشجعت انه ناس كتير بتشاهدنا وبيقولوا انه اجتماع الرب في الشرابيه ربنا بيلمس قلوبنا من خلاله. صلي ان ربنا يعمل امور عظيمه الوقت اللي جاي. امين امين. خلونا نكرم الرب بجامعة طيانة.